صباح الخير وصباح النور. شوفوا البنات اخواتي الخوت، يعني غادا الخدمة هذه 7:30 ديال الصباح، واحد البرد. هانتوما انا رجعت لبست البوتيون، لبست اوف دي بوتينغ صغار، الفيستا، باسكو رحنا في رحنا هانتوما راني مسخنة راسي، قتلنا البرد. البرد واش غنقول لكم، كل واحد وشنو كيبغي، ولكن سعداتكم 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 بالشمس يا سيدي ربي. اش غنقول لكم، نهاركم مبروك. درت هاد الفيديو على الصباح، نتونس معاكم في الطريق وندخل باش في قلبي واحد شي حاجه نطيبها، واللي غادا نطيبها غادا نديرها مع هاد الفيديو ونصيفطها لكم تشوفوها. تونسوني ونسوني اخواتي، البرد قتلني، ولكن ماشي غير بوحدي، كلشي ميت بالبرد. راني هازه المنظر في ساكي. اش غنقول لكم، نهاركم مبروك. هذا مكان ما قداش حتى نهضر، سناني سناني كيقرقب. صافي اني حدا الخدمه، ودابا اني دخلت ودوشت وجدت وكل شيء وغنبدا. دونك عندي هنا 250 غرام ديال الفرينه، وهنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وغنزيد عليها صفر ديال البيضه وحده، نخلطهم شويه. ومن بعد الزبده، عندي 125 غرام ديال الزبده رطبه، ودابا نبدا نخلط فيهم غير نفرتت بحال الكسكسو، ماشي نعجنهم غير هكا. تدخل ديك لا سميتها الزبده في الفرينه، ساهله ساهله ساهله، احسن ديال الزنقه والله، باش هكا قلت نفطر بها في الصباح. من بعد غنزيد عليها 50 سنتيلتر ديال الماء، غير القاع ديال الكاس، غير شويه. ولا دابا اللي غادا نعجنها، نخلط مزيان. يلاه يلاه حتى كتشد في بعضياتها، بداك شويه الماء، انا قلت يمكن ما غيبيضش، والله جا هو هذاك. فوالا نديرها هكايا، غادا نزيد ندلكها شويه باش كتدخل داك الزبده وكل شيء. فوالا غير شويه ماشي بزاف. ودابا نجيب المطلق، ونطلقها مزيان. راه فين ما كندخل من الخدمه، واخا 12 ساعه، وبليجي ندير شي حاجه اللي تعجبني وبليجي. فوالا جبت جبت، من بعد نجيب هذاك المول اللي كنحطو فيه ونحطها، ونجيب واحد المقص ونقطع داك الشي اللي شارب. تقطعات من داك الشيء. ودابا يا اختي ولا خويا ولا اللي كان، ولا بنتي ولا ولدي، نتقبها مما نتقبش تنوصل للحديد، نو غير الفوق بحال غير نمسها. ومن بعد نجيب اللوبيا، عندي اللوبيا حمراء، اللوبيا حمراء ولا العدس ولا لوبيا بيضاء، اللي عندك هكايا تحطيه هنايا فوق منها، ودخليها الفران. فوالا كلشي غنكتبو لتحت، هي باقا سخونه. دونك تنحيد ديك اللوبيا، راه كنعاود نغسلها اللوبيا هذه ونطيبها، ما كاين حتى مشكل.
ودابا عندي هنايا هاد الكريم ديال الماسكاربون. هاد المره بغيت نجربها بها، نورمالمون نصوبو ليها لا كريم ديالها وحدها، مي انا عندي هادي، قلت علاش غادي نخسرها، كناكلوها مع لي فخوي ولا مع هادي، ارا نطلعها هكايا طلعات جات زوينه. ولا شفتي شاده وهي اللي فرشت، راه عندنا البرد. والله رحنا بالتقاشر وبكل شيء في الدار، دونك فوالا نفرشها هكايا مزيان. وتجيبي مني تفرشيها جيبي كاع لي فخوي اللي عندك، غسليهم وقطعيهم وزوقيها وتجيك حسان من ديال الزنقه. شتي هاد كريم ماسكاربون تاهي زوينه، ها هي فوالا. وزوقتها، عندي المانغ، عندي التفاح، برقوق، العنب، خوخ، صافي درتها في الفريجيدير، خرجتها غزاله شاده فراسها من داك الشيء. ايوا لا بالصحه والراحه، وان شاء الله تكون عجباتكم وتجربوها، يعني ساهله. الا عندكم هذيك الكريم ماسكاربون ما فيها لا ديري لا كريم شانتيي ولا صوبي هذيك الاخرى الكريمه اللي كنطيب. اي بون ابيتي.